علاقتي مع الثياب كيعجبني ناكل، كتعجبني نتشها ولكن نطيب الا رشقت ليا. فرانشمون دماغي خفيف كنطيب فاش كتكون راشقه ليا. لا ريسيت غزاله وزوينه هيلتي، فيها دي زيبيس دي زانغريديون اللي غادي زعما اي واحد في دارو يقدر يصوبها. الحاجه الوحيده اللي تزادت وجاتني شويه بزاف هي هذيك الشوينيه. انا كنعمل ماشي شوينيه، وفات راس الحانوت، راس الحانوت وانا كنعرفها كدير غير في البريسه في داك الشيء، ما عرفتش فاش عاود تاني اخر حتى كنعرفش نطيب. والزيت ديال النعتم ديال العنب، واجب كريدينتي في هذه القضيه مع هذا الشيف ديالنا الغزال. غادي نرجع ان شاء الله باش ناكل هاد لا غوسيت بالضبط من عند الشيف ديالنا الغزال، لان بصح حمقاتني ما كرهتش نديها معايا اون بوفتيغ.